اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه انه من اهم ما يميز مدينه العالمين الجديده هي شبكه الطرق المتميزه وشبكه الطرق ايضا الجديده. ده بيتضمن طبعا ايضا الكباري اللي بندورها انها تسهل على زوار وعلى ايضا القاطنين في مدينه العالمين الجديده، بتسهل الطرق وتسهل حركه المرور، ايضا تضمن حتى سلامه الحركه عليها. يا شاذلي صحيح، ولما نيجي نتكلم عن الطرق فمحافظات مصر كلها فيها طفره في موضوع الطرق، ده من شأنه فعلا الانسيابية المرورية. ولما نيجي نتكلم طبعا على طريق الساحل الشمالي فهنلاقي انه من الكيلو 101 للكيلو 156 في تطوير، اعمال تطوير مستمرة لهذا الطريق، لانه كل ما بنمشي وكل ما عدد القرى السياحية والفنادق بيزيد كل ما بيكون في عمران، فبنحتاج ان احنا نتوسع ايضا ونزود ونعدل كمان في الطرق، نزود حارات، يتم اعادة تأهيل ورصف طرق من جديد. عمل الكباري اللي يمكن حصل عليها السنة اللي فاتت لغط كده والناس ما كانتش فاهمه ايه الكباري دي، الطلعه دي تنزلنا فين، النازله دي في لوحات ارشاديه على الكباري، الحاجات دي كانت جديده لان الكوبري ده جديد عندنا، التصميم بتاع الكوبري ده جديد، كان اول مره نشوفه عندنا في مصر، فالناس كانت بتسال وبتستفسر طب ده لازمته ايه. فدلوقتي عشان نتكلم عن كل اللي حصل في الطرق هيكلمنا دلوقتي المهندس عبد العزيز سليمان، معاون رئيس جهاز مدينه العالمين الجديده اللي منورنا. يا باشمهندس صباح الخير عليك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اول حاجه عايزين نتكلم عن المدينه اساسا طلع لها قرار جمهوري 108 لسنه 2018 على مساحه 48000 فدان. مدينه العالمين المتوسط ما بين المسافه ما بين محافظه اسكندريه ومحافظه مطروح، المسافه من محافظه اسكندريه لحد مدينه العالمين 106 كيلو، والمسافه من محافظه من مدينه العالمين لحد مرسى مطروح 186 كيلو، والمسافه من القاهره لحد مدينه العالمين الجديده 260 كيلو متر. في خط سكه حديد بتاع مرسى مطروح بيمر من مرسى مطروح لحد اسكندريه في محطه العالمين القديمه، وجاري دلوقتي تنفيذ القطار الكهربائي من العين السخنه لحد مرسى مطروح، وهيبقى في محطة قطار كهربائي سريع أمام مشروع الداون تاون بالمنطقة الجنوبية للمدينة. تاني حاجة لما نيجي نتكلم عن الطرق لما بدأت في مدينة العالمين اتعمل دراسة مرورية للمدينة، اتعملت الدراسة المرورية بناء على المخطط الاستراتيجي للمدينة اللي تقسم فيه مناطق سياحية بالمنطقة الشاطئية ومناطق سكنية ومناطق سكنية فاخرة بالمنطقة الشاطئية ومناطق سكنية مميزة وسكن مصر بالمنطقة الجنوبية. طبعا الدراسه لما اتعملت قسمت المدينه لشريحتين، الشريحه الشاطئيه والشريحه الجنوبيه. عشان انا اربط الشريحه الشاطئيه بالشريحه الجنوبيه اتعمل محاور عموديه تربط المنطقه الجنوبيه بالمنطقه الشاطئيه، دي ممثله في طريق السي 4. طريق السي 4 ده اللي بيربط المنطقه الصناعيه مرورا بالاكاديميه مرورا بالمنطقه الشاطئيه عن طريق كوبري فوق الطريق الساحلي. تاني حاجه في طريق جاري دلوقتي تصميمه غرب ابراج الداون تاون، ابراج الداون تاون دي اللي الشركه الصينيه بتنفذها. الطريق ده هيربط المنطقه الجنوبيه بالمنطقه الغربيه الجاري تخطيطها برضه، المنطقه الغربيه دي اللي هي بعد طريق السي 19، دي جاري تخطيطها دلوقتي عشان تبدا تنزل مراحل التنفيذ. تاني حاجه في طرق رئيسيه تانيه في المدينه زي طريق الاي 1 لحد الاي 4، الطريق ده بيربط طريق السي 19 من عند بدايه مجلس الوزراء لحد كومباوند مزارين. ده طريق رئيسي بيربط بين مختلف انماط الاسكان، بيربط بين الابراج والكومباوند مزارين والحي اللاتيني والداون تاون، مشروع الداون تاون. تاني حاجه في بقى طرق تانيه بالمنطقه الجنوبيه، طريق السي 4 بي، طريق السي 4 بي ده تقاطع طريق السي 4 اللي هو من عند الاكاديميه بيربط لحد جامعه العالمين الدوليه. طيب باشمهندس، يعني يمكن كل هذه الطرق وشبكة الطرق اللي حضرتك تحدثت عنها أكيد قبل التخطيط أو خلال التخطيط كان في معايير تم أخذها في الاعتبار، إيه هي هذه المعايير؟ المعايير زي ما اتكلمت قبل كده، أنا قلت إن إحنا عملنا دراسة مرورية، الدراسة المرورية دي لما بتيجي تتعمل بتحسب الكثافات السكانية لكل منطقة، يعني الكثافة السكانية للفيلات غير الأبراج غير الإسكان اللي هو أرضي مثلا وست أدوار، فعلى أساس الكثافة أنا ببدأ اصمم الطرق طبقا للقانون المصري. ذكرت الكثافه يا فندم، بس في ايضا بجانب الكثافه في ايضا السلامه، ضمان السلامه، وده اللي انا بتكلم عليه. معايير السلامه ماشي، هنتكلم في معايير السلامه، بس احنا بنتكلم كتصميم طرق اساسا ان احنا عروض الطرق لازم تكون مناسبه لنوع الاسكان اللي موجود، يعني ما ينفعش اعمل مثلا طريق 7 متر في عمارات ارتفاعها مثلا 12 دور، لا انا المايك بس عشان عرض الطرق بيتناسب مع الارتفاعات بتاعه المباني والكثافات السكانيه اللي موجوده فيها. تاني حاجة الطرق دي بيتوفر فيها ان انا عدد حارتها، يعني مثلا الطريق الساحلي القائم هو كان عرضه 36، جه توجيه وتوسع بقى عرض الاتجاه الواحد 7 حارات، وصل عرض الطريق 70 متر،
بلس ان هو اضاف له طريق خدمه، طريق الخدمه عرضه 26 متر وحارتين كمان، حارتين رايح من اربع حارات، حارتين في الاتجاه اللي رايح مطروح وحارتين في الاتجاه اللي جاي اسكندريه. طيب كل ده بيسهل الطرق والوصول لمدينه العلمين الجديده. طيب تصميم الكوبري بالشكل ده كان جديد والناس كانت بتسال ايه لازمته، بس اعتقد الناس دلوقتي اللي راحت مطروح عرفت اهميه الكوبري ده، والناس اللي بتيجي الساحل دلوقتي عرفت اهميه الكوبري ده. هو بعد ما توسع الطريق، هو الطريق في الاول كان عرضه 36 متر كان هيبقى طريق فرعي، ما كانش هيبقى طريق رئيسي، لان احنا عملنا طريق تاني اول ما استلمنا مدينه العلمين، عملنا طريق تاني بديل من عند مارينا واحد لحد سيدي عبد الرحمن، طوله 48 كيلو متر، ده طريق دائري بيلف بالمنطقه الصناعيه لمدينه العلمين الجديده. بعد كده صدر توجيه ان احنا نوسع الطريق، فلما صدر التوجيه ان احنا نوسع الطريق، الطريق بقى 7 حارات في كل اتجاه عرضه 70 متر، فده استلزم ان احنا ان الطريق اصبح طريق حر سريع، فما ينفعش ان انا اتحرك من الطريق السريع للطريق البطيء غير عن طريق كباري. اتعملت الكباري الدائرية دي، الكباري دي فيها 8 مداخل، 4 على الطريق الرئيسي اللي عايز يطلع على الطريق الرئيسي، و4 مداخل على طريق الخدمة. فأنا دلوقتي اللي عايز يخش مدينة العلمين يا إما هيخش من الكوبري اللي عند وادي النطرون، أو الكوبري اللي قدام مارينا 7، هيطلع الكوبري ويخش في طريق الخدمة ويبدأ يوزع على كل الأنشطة اللي احنا عاملينها في المنطقة الشاطئية أو القرى التانية اللي بعد مدينة العلمين الجديدة. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، يمكن تفاصيل كتير جدا، وزي ما كنا بنتكلم عوامل كمان كتير جدا يعني كان يجب اخذها في الاعتبار، خاصه موقع المدينه وفي مياه بتحيط او بالابنيه، فكان لازم نختار اماكن الكباري كمان بعنايه وضمان ايضا معايير السلامه بشكل كبير جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس عبد العزيز سليمان، معاون رئيس جهاز مدينه العلمين الجديده والتنافس. شكرا جزيلا يا باشمهندس.